السلام عليكم. شاهد إيران تطلق وابل من الصواريخ في آن واحد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. في يوم الأخير لمناورات الرسول الأعظم العسكرية، أطلق الحرس الثوري في 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة، حيث نجح في تدمير الأهداف المحددة مسبقا. وتضمنت التدريبات بشكل رئيسي سلسلة من الضربات بصواريخ باليستية هجومية ومباشرة استهدفت أهدافا حقيقية. وتم إطلاق صواريخ من طراز عماد، قدر، سجيل، دوفول، دوادو الفقار، حيث أكد الحرس الثوري إصابة وتدمير مواقع العدو التي تمت محاكاتها بدقة تامة. وهناك أنباء أن الحرس الثوري تدرب في هذه المناورات الأخيرة على تدمير منشأة ديمون النووية الإسرائيلية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكراً.